ليه تو معاش نحكيوها الكلوب تو ليه تو يعني وينو اش معنى فهمتش ليه مش تحكيوها الكلوب زاد الكلوب انا من ما نعرفش بها الادارة هذه ما نعرفش بها علاش خاطر ماهيش في قيمه النادي الافريقي وماهيش في مستوى النادي الافريقي وماهيش في عراقه النادي الافريقي مع احترامي الكبير لهم هما الكل الكل اما ما يهموشهم ليه الكلوب اكبر من كيكه برشا واكبر برشا ما نحبش ندخل في الموضوع برشا باش باش نعملش مشاكل مع العباد خاطرني يزيني من ما نحبش نتكلم ما نحبش نتكلم كاو الناس تعرف الكوبيستي تعرف جمهور الكلوب تعرف اللي الناس اللي موجوده كبير عليهم برشا النادي الافريقي وينجموا يكونوا موجودين في النادي الافريقي ينجموا يكونوا موجودين اما في الفئات السنيه خلصنا في الشابه في الكادي منيم مسؤول وي اما ياخذوا مناصب تقعد في التاريخ عار على الكلوب بالجولة عبد السلام اليونسي مش في قيمة نادي نعم عبد السلام اليونسي ما نشكوش فيه اللي هو كلوبيست ما نشكوش فيه اللي هو كلوبيست عمل الكلوب كبير عليه قلت له قبل وقلنا قولها له ديما نقول تحكي ماليا ولا في التسجيل في كل شيء 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 كلوب افريكان راك تحكي عليه لازم يكون لازم يكون انسان باع وذريع في البلاد هذيك الكلوب من اول الدنيا راه مانيش انا نجي نقول فيه الكلام ارجع لتاريخ النادي الافريقي شكون شاد النادي الافريقي تو تعرف ما تحكيليش من بعد الثوره بعد الثوره اللي من قبل الثوره ارجع من تاريخها من تاسست تو تعرف الكلوب تو تعرف الكلوب وينهم وينهم الكبارات تاع الكلوب اليوم هذيك وين هذيك من اول الدنيا هذيك عندنا مشاكل في في المستوى هذايا لكن لا ما كانش ديما هكا كان ديما فما كلوبستيه كان غيروا على بعضنا وكانوا حتى اللي كيتعاركوا ما بعضهم كلوبستيه في بعضهم يتعاركوا دمادم في بعضهم يتعاركوا اما كلوبستيه ما يمسوش الكلوب ما يدوروش الكلوب اما توا ولات وينك عاد وصلنا للمثل هذايا مش من فراغ مش كيكا من شيء بعيدة على انا نبعد برشا على المؤامرة خاطر مانيش في جوي هذه المؤامرة لكن اللي عمله في النادي الافريقي جريمة كبيرة ومش نموت راهي مش تو ترجع تو يخرجوا هذوما الصغار يخرجوا تو ترجع كلوب كبيرة يقول القائل ماذا كانت فما جلسة عامة انتخابية عبد السلام اليونسي قدم 238 واحد كلوب افريكان المفروض انه هيئة الانتخابات تعمل انتخابات نحكي مش على كلوبك هيك يزيو نادي نادي كلوبك من هيك 238 238 شو نقول لك 238 تعرفش مثلا 238 يجيو لونترينمون 238 يجيو لونترينمون ايكول ا لونترينمون تاع نهار ثلاثة في الليل هذوما 238 اللي يجيو للكلوب تحكي على الكلوب راك هذيك صحرايك مفروض تعملها على مستوى الجهات على مستوى الولايات انتخابات تحب تعمل الكلوب انتخابات على مستوى الولايات وعلى مستوى زاد حقها اللي يزيد تعمل انتخابات تاع الكلوب افريكان اذا نحكيو على شعب الكلوب وعلى جمهور الكلوب اللي يزيد تعمل انتخابات في تونس والبر هاك شفتها انت في اللطخه الاولى وفي اللطخه الثانيه وزاد تشوفوها ايش نتاع 100,000 و200,000 نتاع ملايين كي ندخلوا نحكيو على الملايين واللي اللي يزيه يتدخل باش تعمل انتخابات مش 238 مش حلو اللي صار